سلام، معكم كومبليس جراج في أشلاك أوتو. نقدم لكم الـ 21 ديالي 315 دوريجين سوا كومبلي 323 اي. نبداو بالانتيريور، بدلت ليها درت ليها كراسة ريكارو في القدام، غيدون نارضي ديال الخشب، و لوفي دو فيتاس بلاي بوي. في اللوك ديال برا درت لي هاد لي سو ديال القدام هيلا بلاك اللي كيكونوا في الاو 30 و الاو 34. درت ليها سبويلر ديال القدام فرونت سبويلر بي بي اس، هو اللي كتشوفوا الفوق ازرق، و لي جون بي بي اس ريبليك 15 7 ونص في اللور و 7 قدام. كوتي سسبنسيون الهاوزينغ ديال لامورتيسور القدام مشينا من 45 مليمتر ل 51 مليمتر، كيكونوا عراض وممكن فشي امورتيسور غلط. سسبنسيون كومبليت بيتشتين بي 8 اللي مديونين على لي روسور كور، لي روسور كور 60-60 بلا مارك سوبر سبورت، سيلان بلوك باور فليكس دو ا ا زد، يعني من القدام حتى اللور كلشي لي سيلان بلوك باور فليكس. كوتي ميكانيك كيف ما قلت لكم راه كامله 323 اي. موتور مشينا من 4 سيلندر ام 10 ل ام 20 6 سيلندر 2 لتر 3 كي جي ترونيك انجكسيون ميكانيك اللي كي ديفلوبي شي 143 شيفو دوريجين. موتور كامله دوريجين غير غادي نعاودو. شنو الحوايج اللي بدلت فيه؟ هو كوليكتور ديشابمون و كاش سوباب البينا دوريجين. قناش كاملو 323 اي اللو حيدنا الطنبور ودرنا بلاصتو فران ديسك. القدام درنا ديسك بيرفوري فونتيلي بلي زيتري 323 اي، لي زيتري كاملهم تعاودو جوان جداد بلاكيت ديسك تصبغو ساهله في الخدمه. لي بيس صعاب يتلاقاو خصوصا هنا في المغرب وعلى برا. لي بيس غادي كيتقادا ستوك غادي كيتقادا والصدى كيعجبني فيها بزاف الديزاين وهذا القدام ديال الركان. نصيحة اللي غادي يشري شي 21 الصدى في البلونشي راه ضروري تلقاو نتقو. هادي اكثر من دقيقة في اشلاك اوتو. شكرا بزاف.